هذا ما كان يسميه داعش سوق الغنائم، حيث كان يسرق مقاتلوه الأجهزة والأثاث من منازل المواطنين في المناطق التي كان يحتلها، لا سيما في تل عفر، لكي يقوم فيما بعد ببيعها لغرض تمويل عملياته الإرهابية بعد أن اعتبرها غنائم حرب. أخي أي واحد يطلع على الجيش أو على البيشمركة يسحبون غراضه. شلون كانوا يسحبون؟ يسحب كأنما مال دشر. يعني يطبون للبيوت يقوم ياخذون، أو بيناتهم يتقاسمونهن أو يبيعونه لهم. في تل عفر كان ما يسميه داعش سوق الغنائم منتشرا في ساحات عدة، نظرا لكثرة المسروقات التي يجلبها مقاتلوه، حيث خصص الكثير من مناطق البيع وجمع فيها أنواعا من الممتلكات المسروقة أو المصادرة من منازل أهالي تل عفر. هذه إحدى الأماكن في مدينة تل عفر التي استخدمها داعش لبيع بعض أغراض الناس التي سرقها من المنازل، بعض الأثاث وبعض الأجهزة التي سرقها من منازل الأهالي لكي يبيعها. هو يسمي هذا المكان سوق الغنائم، يعتبر هذه الأثاث وهذه الأجهزة التي صادرها من منازل المدنيين يعتبرها غنائم ويقوم ببيعها هنا في هذا المكان. هذه الساحة التي تقع عند المدخل الشرقي لمدينة تل عفر جمع فيها مقاتلو داعش أجهزة استقبال القنوات الفضائية الساتلايت في محاولة منه لعزل المواطنين عن العالم الخارجي، حيث يخشى من الاطلاع على خسائره أو توعية المدنيين بكيفية نقل المعلومات إلى القوات الأمنية. أي واحد يعني تجيهم معلومة طالع خارج يكتبون على البيت ماله وقف على الباب، هذا أصبح لهم ما حد يقترب عليه. إذا طلع خرج رئيس العائلة بقت عائلته، هاي هو عائلته تطلع برا وهو يأخذون البيت كامل. يستخدمونها لهم، سيارة يأخذونها لهم، والباقي إذا غنم شيء للأكل والمواد هم للأكل، أثاث يبيعوها اللي أسعارها زينة. الأذى الذي ألحقه داعش في المناطق التي كانت تخضع لاحتلاله كان نتيجة فرضه مختلف أنواع القمع لحريات المواطنين وعبر ممارسات فرضها عليهم من أجل إدامة بقائه دون الاكتراث لمعاناة السكان.